أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مؤشر النيل، نتعرف خلالها على أهم الأخبار الاقتصادية وأداء البورصة المصرية وأسواق المال العالمية وحركة الاقتصاد العالمية والمحلية. والبداية من القاهرة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية والعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات العمل بعدد من ملفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن بينها أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم 2024-2025 ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي 2023-2024 وأهم القطاعات ذات الصلة بتنفيذ الخطة والتي تعطي الأولوية بشكل أساسي لتنمية المورد البشري من خلال التركيز بصفة خاصة على قطاعي الصحة والتعليم، حيث وجه سيادته بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية والعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط الاستمرار في المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية رغم الضغوط الشديدة على الخزانة العامة تأثرا بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة وكذلك زيادة أسعار السلع والخدمات. وقال الوزير في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والاتحاد العام للغرف التجارية اليوم إن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن والفترة القادمة أفضل مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير. إلى البورصة المصرية التي سجلت مؤشراتها تراجعا لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء بضغط من مبيعات المؤسسات المحلية والعربية، فيما اتجهت المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية للشراء. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى تريليونين و139 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 166 مليار جنيه، تضمنت تداولات للأسهم بقيمة 5.6 مليار جنيه. وتراجع مؤشر السوق الرئيسي إيجي 30 بنسبة 2.1% ليصل إلى مستوى 32661 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 3.7% ليصل إلى مستوى 6998 نقطة. وفي أسواق النقد الأجنبي تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية في أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، حيث تراجعت أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل نحو 48 جنيها و80 قرشا للشراء و48 جنيها و90 قرشا للبيع، وفي بنك مصر تراجع ليسجل 48 جنيها و77 قرشا للشراء و78 جنيها و87 قرشا للبيع. وعربيا سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 13 جنيها للشراء و13 جنيها و3 قروش للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 13 جنيها و30 قرشا للشراء و13 جنيها و31 قرشا للبيع. وفي بورصة وول ستريت فتحت المؤشرات الرئيسية على ارتفاع اليوم بعد بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في فبراير، مما يشير إلى استمرار التضخم وتأثيره المحتمل على تأخير خفض أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 6%، وصعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 8%، وربح مؤشر ناسداك المجمع 1%.
وفي أوروبا ارتفعت مؤشرات الأسهم اليوم بدعم من أرباح قوية للشركات، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المهمة للحصول على المزيد من الدلائل بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أي البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 4% مقتربا من ذروة قياسية وصل إليها في الأسبوع الماضي. وقادت الأسهم المرتبطة بالنفط والغاز مكاسب القطاعات بقفزة بلغت نحو 1% بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في إثارة المخاوف بشأن الإمدادات. وفي بورصة طوكيو للأوراق المالية واصل مؤشر نيكي الياباني الهبوط اليوم وسط إجراء المستثمرين لتعديلات قبيل بيانات التضخم الأمريكية والتعويل على توقعات أقوى بأن بنك اليابان يمكن أن يجري تحولا تاريخيا في السياسة النقدية في الأسبوع المقبل. وأغلق مؤشر نيكي منخفضا بنسبة 1%، كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 4%. سجلت بيتكوين مستوى غير مسبوق يزيد عن 72,000 دولار، ولم تظهر أي علامة على فقدان العملة المشفرة زخم الصعود. وارتفعت البيتكوين في أحدث تعاملات 4.4% لتصل إلى 72,649 دولارا. وحصلت العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم على دعم من تدفقات نقدية إلى صناديق جديدة خاصة بيتكوين متداولة في السوق الفورية، ودعمتها أيضا الأمال بخفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة قريبا. للمزيد من المتابعة معي الأستاذ هشام حسن خبير أسواق المال. أستاذ هشام كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب أستاذ محمد والسادة المشاهدين، بألف ألف خير، تحياتي لكم والله. كل مرة معاك بنبدأ بالبورصة المصرية، خلينا نبدأ النهاردة بأسعار الصرف وفقدان الدولار لقيمته أمام الجنيه المصري وتراجعه في البنوك المصرية، كيف تقرأ ذلك؟ وهل مزيد من الانخفاضات في الأيام المقبلة؟ في الحقيقة اللي حصل في السوق السوداء ده شيء منطقي بعد وجود رأس الحكمة وتوفير السيولة، وكان في الفترة الماضية قبل ما تظهر موضوع راس الحكمه وفكره ان السوق السوداء او السوق الموازي بسعر الدولار ب 60 جنيه وكان في ازمه لتسعير الدولار، في الحقيقه كان ليا راي لطيف جدا انه فكره انه انا ما عنديش مشاكل الدولار يتسعر على كام قد ما كانت الدوله لازم توفر الكميات المطلوبه، وهذا ما حدث بالفعل. ويعني هذا ايضا ذكر الاستاذ رئيس الدوله السيد عبد الفتاح السيسي، قال ان انا ما كنتش اقدر احرك الجنيه طالما ما عنديش كميات من الدولار، وهو ده اللي حصل. اول ما راس الحكمه اتنفذت دخلت كميات الدولار، فك الحركه بالنسبه للعرض والطلب داخل البنوك، وقال خلاص انا كده هسيبها حره. ليه؟ انا عندي احتياطي يغطي كل الطلبات الموجوده، دي رقم واحد. رقم اثنين، شفنا تحسن فورا من بعد بيت الخبره زي موديز، قال ان كده اصبحت النظره المستقبليه لمصر تحولت من سلبيه الى ايجابيه فورا، وبالتالي ان انت ما فيش داعي بقى خلاص يبقى عندي موجود سوق سوداء. ليه؟ لان انا بقى موجود عندي في البنك متوفر. وبرده السيد معالي رئيس الوزراء اعلن ان هو ان انا هفرج عن البضائع اللي محجوزه في الجمارك بقى لها فتره طويله جدا، وكانت جميله جدا كلمه انه حول من كلمه تدريجيا لكلمه فورا سوف يتم الافراج. اذا واضح ان كان في يعني فرجه قويه جدا، وبالتالي تلك الفرجه اصبحت لها اثر ايجابي على الاقتصاد. تحول هذا في الحقيقه لانهيار السوق السوداء، رجعنا غالبا حوالي دلوقتي مستويات ال 49.5 50 جنيه، استقرت العمله مره ثانيه. البنك المركزي اخذ خطوه ايجابيه ثانيه وقال لك اللي عايز يسافر هنفتح له الحدود على الدولار، واتفتحت الحدود لغايه مستويات ال 25,000 جنيه. اذا الخطوه ايجابيه جدا، ولكن هي بدايه. لو طبعا في يعني معنى كلامك استاذ هشام اللي احنا في الايام المقبله سنشهد انخفاضات، ولا هذا الهدوء مرتبط بشهر رمضان الكريم؟ انخفاضات فين بالظبط؟ في الدولار في الدولار في البنك. البنك المركزي، بص احنا في نقطه مهمه جدا، البنك المركزي رفع الفائده ب 6% واعلن وجود شهادات 30 25 20 على متوسط ثلاث سنوات. الحقيقه انت مره ثانيه عطل ان انت تبقى بتدي فايده عاليه جدا. لو تاخد بال حضرتك عوده الاجانب خلال الثلاث جلسات الماضيين، الاجانب مره ثانيه رجعت تشتري في السندات، ومره ثانيه امبارح رجعت تشتري في السوق المصري بقوه، هي كانت اللاعب الرئيسي. الاجانب امبارح حطت فرق اكثر من 1 مليار جنيه، اشترت من العرب والمصريين وحتى الافراد المؤسسات
والافراد كمان، وبالتالي الاجانب ممكن تبقى بالنسبه لها الفتره دي كويسه. قد يكون هذا المشهد مشابه لما حدث في سنه 2016، عملت عمليه تحريك للجنيه، رفعت معاه معدلات الفايده، كانت الاسواق في اللحظه دي السوق المصري كان مغري جدا، خاصه ان انت معدل الاستقرار عندك عالي، فبالتالي يجذب تلك الاموال الساخنه تدخل مره تانية البلد. في الحقيقه زياده معدلات دخول الدولار داخل الدوله هيضغط على الدولار مقابل الجنيه، ان الناس كلها عماله بتبيع عندك الدولار وبتشتري جنيه عشان تيجي تشتري بيه اذون خزانه. اذا في الفتره المقبله انا اتحدث من 6 شهور الى سنه، اذا ظلت مستويات الفايده مرتفعه، طبعا هذا في ظل ارتفاع معدلات التضخم، في الحقيقه ده هيخلي عندك في نقطتين، واحد الدولار هيبقى موجود في الدوله بشكل كبير جدا، مما يدفع ان الدولار هو اللي هيتراجع قصاد الجنيه او الجنيه يصبح قوي مؤقتا امام الدولار. اثنين، مره تانية استمرار ارتفاعات معدلات التضخم هيدفع بالبورصه لمستويات سعريه جديده لسه بقى بتحلق في الافق، نتمنى ان شاء الله ان احنا نراها في المستقبل القريب. بالنسبه للبورصه المصريه هناك انخفاض اليوم، كيف تقرا ذلك واسبابه؟ هل هو انخفاض مقبول وربما يكون في الايام المقبله ارتفاعات اخرى؟ يعني ما نقولش النهارده بس تراجع او انخفاض، بص على المشهد كله، انت عديت مستويات ال 30,000 اللي كان عندك فيه مشكله، عبرت مستويات ال 31,700 وفي الحقيقه ادائك ايجابي جدا، فانت مقصر مستويات تاريخيه. اذا بعض التراجعات اللي انا اختبر المستويات اللي انا اخترقتها ليس بالامر السيء، بالعكس ده صحي جدا، فينفع السوق يرجع لغايه مستويات ال 30,000 مره ثانيه ويبقى السوق في حاله من الايجابيه الشديده. فما ينفعش بقول في 3-4-5 جلسات السوق مرتفع فيها جلسه واحده ترجع اقول انه اصبح في شيء سيء، لا بالعكس، طبيعي ان بعد اختراق اي مقاومه خاصه مقاومه تاريخيه زي اللي كانت موجوده في السوق المصري عند مستويات ال 30,300، باختراق هذا المستوى لازم لما اجي ارتفع لمستويات ال 34 وال 35 اعود بقى مره ثانيه قد اختبر هذا المستوى كدعم مهم جدا، وده معناه انه مره ثانيه بيدفع بالقوه الشرائيه لضخ المزيد من الاموال. وهنا ننتظر ونرى من سوف يكون اللاعب الرئيسي، هل ستصبح الاجانب؟ هل ستستمر المؤسسات المصريه في الاداء الايجابي منذ سنتين واكثر؟ ام سيتم التناوب بين كلا اللاعبين، طارة للاجانب وطارة للمصريين؟ فهذا ما سوف نراه خلال الفترة المقبلة، ولكن في كلا الأحوال على أي من سوف يكون اللاعب إحنا عندنا مؤشر أداء إيجابي جدا. فبعض التراجعات إذا بني بها المؤشر خلال الفترة القصيرة الأجل القادمة حتى أسبوعين ثلاثة وحتى شهر طالما ظل أعلى من مستويات ال 30,000 أنا أعتقد أن المؤشر هيبقى إيجابي جدا. أستاذ هشام، أخيرا ارتفاع التضخم في فبراير في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تقرأ تأثيره في الفترة المقبلة؟ طبعا ارتفاع التضخم في امريكا بيصيبها بالهوس، يعني ما احناش ما هياش زينا، عندنا ممكن نتحرك ب 10% ويبقى عندنا الاقتصاد يقدر يستحمل الكلام ده، عندهم هم في حاله من الهوس لان هم عاشوا فتره طويله جدا في استقرار للتضخم، ما عندهمش اي ارتفاعات، وبالتالي اي 1% فوق بيأثر على مرتباتهم بشكل كبير جدا، وبالتالي بيأثر ايضا على حركه البورصه بشكل مرعب. إذا استمرت عمليات التضخم وضغطت على البنك الفيدرالي الأمريكي إنه يضطر يرفع فايدة مرة تانية، لا محيص إنه رفع الفايدة هيأثر سلباً على واحد الأسواق الأمريكية معدلات التضخم ومعدلات نمو الاقتصاد. إن كانت بشكل مؤقت، يعني نتحدث عن 3 أشهر، أنا أعتقد إن البنك الفيدرالي ممكن ما يرفعش الفايدة ويحاول يستوعب الأمور بشكل مختلف ويطرح من البدائل اللي تخليه يقدر يستوعب تلك الارتفاعات من الفائدة. أستاذ هشام حسن خبير أسواق المال، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط اليوم، لكن تحركات الأسعار كانت محدودة مع ترقب السوق لتقارير شهرية من وكالات نفطية، وارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت تسليم مايو 23 سنتا لتصل إلى 82.4 دولارا للبرميل، وصعد عقد الخام الأمريكي لشهر إبريل 17 سنتا ليغلق عند 78.1 سنتات للبرميل.
في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب من مستويات قريبة من الذروة اليوم قبيل تقرير التضخم الأمريكي المهم الذي قد يعطي مزيدا من الوضوح بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي أي البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة. وانخفض الذهب 0.3% ليصل إلى 2176.4 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين 0.4% ليصل إلى 929.7 دولارا للأوقية. ونزلت الفضة 0.2% لتصل إلى 24.3 دولارا للأوقية. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من مؤشر النيل. غدا بإذن الله حلقة جديدة. دمتم في أمان الله. شكرا لحضراتكم.